مش كتير تلاقي لعيب كرة بيلعب مدافع يكون لعيب كرة بجد، يعني هو مركز المدافع بيبقى مطلوب منه حاجات تانية، مطلوب منه يكون في قوة في التحامات، في إجادة الألعاب الهوى، في تاكلينج على أعلى مستوى، فكرة الرقابة المان تو مان، لكن مش مطلوب منه يكون لعيب كورة. لكن ده ما يمنعش إنه ضيفنا الحقيقة كان واحد من لعيبة الكورة المهمين جدا، والحقيقة خط الظهر في النادي الأهلي قدم لنا مدافعين كتير على مستوى عالي في الكورة، ومن ضمنهم الحقيقة نجمنا النهارده كابتن جمال السيد اللي صاحب مشوار طويل مع النادي الأهلي، سواء جوه الملعب في طبعا جيل التسعينات أو حتى خارج الملعب في دور كان مهم جدا في قطاع الناشئين. أهلا بيك يا كابتن جمال، مشرفنا في السادسة. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا وصراحه سعيد جدا النهارده طبعا ان انا في قناه الاهلي، انا بقى لي فتره ما جيتش فعلا، بس يعني كانت فرصه كويسه قوي ليا ان انا اكون متواجد مع حضرتك النهارده. وطبعا بنبارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الرائعه طبعا على الثلاثيه، بارك لمجلس اداره، دي فرصه كويسه بالنسبه لي طبعا ان انا بارك لهم مباركه كبيره جدا، يعني انجاز رهيب، وان شاء الله برضو نكمل انجاز طبعا بالبطولتين السوبر اللي باقيين ان احنا ان شاء الله يعني هننافس عليهم في المباريات القادمه. وفخر فعلا ان احنا بننتمي للنادي الاهلي بمنتهى الامانه، حاجه يعني نفتكر شويه مع بعض كده الفتره اللي لعبت فيها في الاهلي كابتن جمال. فتره لعبنا مع فتره طبعا جيل متميز، انا كانت بدايتي طبعا مع النادي الاهلي في سنه 93 تحديدا، كنت منتقل من نادي السكه الحديد ولعبت طبعا في جيل ده بعد فرحه وزهوه كاس العالم. انا فاكر كاس العالم 90 ده كان بالنسبه للمصريين نقله ثانيه خالص في كره القدم. بالظبط. ولعبت في النادي الاهلي، انتقلت النادي الاهلي من نادي السكه الحديد موسم 93، وكانت نقله طبعا بالنسبه لي نقله متميزه ورائعه، وقدرنا طبعا ان احنا خدنا في نفس السنه دي بطوله كاس افريقيا الانديه الابطال الكؤوس بالمسمى القديم اللي دلوقتي يعني تعادل الكونفدراليه تقريبا. أي. وكان معايا طبعا كابتن احمد شوبير، كابتن ايمن شوقي، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، مجموعه كبيره من اللاعبين طبعا عشان ما انساش حد، كلهم زملاء والواحد بيفتخر ان احنا زملناهم في الملعب. وكان ابرزهم في الوقت ده انتقل معايا محمود ابو الدهب وعمرو الحديدي، كانت برده فتره انتقاليه كويسه، وكابتن رضا عبد العال وفيليكس. أي. دول تقريبا احنا اللي انضمنا في موسم 93، وقدرنا ان احنا طبعا الحمد لله يعني ندخل في مع النادي الاهلي، وحصلنا على بطوله الدوري، وخدنا في 94 بعديها الكاس الكؤوس العربيه. كنا لعبنا في النهائي الشباب السعودي وكسبنا 1-0 بهدف فيليكس، وخدنا برضو بطوله الدوري العام، وكملنا المسيره معاهم. بعد كده بقى كملت في التدريب طبعا مع نادي الاهلي. فرق كبير بين الكره في التسعينات والكره دلوقتي يا كابتن جمال؟ لا، هي فرق كبير في الامكانيات الماديه وفي الملاعب. يعني احنا وقتها ما كانش الملاعب طبعا بالجوده دي، الجوده الكبيره قوي دي. ايوه، احنا كان استاد القاهره واستاد اسكندريه. بالظبط، باستثناء بالظبط كان استادين ثلاثه والمقاولين الى حد ما، والمقاولين نسبيا، وغزل المحله برضو كان الملعب بتاعهم، الملاعب الجميله اللي تحب تلعب عليها. ولكن معظم الانديه بقى ومعظمها كانت الانديه الجماهيريه طبعا، كانت ملاعبهم صعبه شويه، بتبقى فيها مشكله كبيره يعني. دلوقتي الحمد لله امكانيات القدرات الماديه كبيره قوي، والقدرات الملاعب برضو كبيره، ففي طفره في كل حاجه يعني، ولكن اجيال بتختلف عن اجيال. ولكن الجيل بتاعنا كنا بنلعب للمتعه بمنتهى الامانه، كنا بنحب الكوره قوي قوي، كنت بتلعب انت بتستمتع. والجيل ده ما بيلعبش المتعه؟ لا بيلعب، هقول لحضرتك حاجه، ال 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 ولا بيلعب عشان حاجات تانية؟ حاجات تانية واضحه يعني، مش عايز اخوض بقى في فرعيات، واضح جدا يعني. لا، العاب المادي خلاص غلب على الكوره، وغلب على الـ يعني الـ المتعه بتاعتها. انما ما فيش شك ان اللعيب من حقه طبعا، كل لعيب من حقه ان هو يدور على مصلحته ويدور على المقابل بتاعه، ولكن برضه ما اغفلش حاجه مهمه جدا. التاريخ، التاريخ هو اللي بيبقى متواجد، ده اللي انت دايما بتلعب عليه وبتبقى فخور، زي ما احنا بنبقى فخورين دلوقتي اللي لعب سنتين، لعب ثلاثه، لعب اربعه في النادي، لعب 10، كل ما بتلعب بتحقق بطولات بتبقى تاريخ بالنسبه لك وبالنسبه حتى لاولادك واحفادك. أيوه. تبقى حاجه كويسه. بس تسمح لي يعني نتفق نختلف مع بعض، احنا براحتنا يعني. تمام. رغم ان الامكانيات زادت والبنيه التحتيه اتطورت والملاعب بقت يعني اخر عظمه، وبقى في قنوات وساتلايتس وسوشيال ميديا. تمام. لكن انا بيتهيألي ان الكوره نفسها ما بقاش فيها نفس المتعه بتاعت زمان، المواهب الى حد كبير ما بقتش زي الاول، الكوره ومتعتها والحاله الجميله ما بقتش برضو زي الاول، مش عارف تتفق ولا تختلف معايا. لا، متفق معاك تماما فعلا، بدليل هقول لك حاجه، الكوره بقت صناعه دلوقتي.
يعني اللعيبه الموهوبين ما بقاش زي الاول، اللعيب اللي بيلعب وعنده التالنت اللي انت بتحس بيه حتى في مدرسه الكوره او البراعم، وده المجال اللي انا متخصص فيه. انا اشتغلت فيه فتره طويله طبعا في النادي الاهلي مع الكابتن بدر رجب في 2006. طلعتوا لعيبه كتير جدا، يعني النهارده نقدر نقول بقى نجوم بقى في الدوري. كلهم نجوم، كلهم نجوم، بدايه من جيل 92 كان محمد نصر النني واحمد العش، وفي جيل 93 انا اذكر برضو اسماء ممكن تتوه مني، يعني 93 رامي ربيعه واحمد حسن كوكا ومحمد اشرف توفيق رؤى، مجموعه كبيره برضو من اللعيبه. نيجي 94 كهربا وتريزيجيه، نيجي 95 برضو في اجيال في 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 لعيبه لعبت بشكل كبير، لسه متواجد منهم اسلام صالح كان السنه اللي فاتت بيلعب في اف سي مصر، وفي عمرو صالح بيلعب في دجله. وجيل 96 ابرزهم طبعا محمد هاني الباك اليمين بتاع النادي الاهلي. ونيجي 97 طبعا مجموعه كبيره، اللي ابرزهم طبعا دلوقتي رجع منهم احمد رمضان بيكام، كان طبعا متواجد رمضان صبحي، وكان في مجموعه لعيبه كبيره. 98 بتواجهوا مشكله عشان تلاقوا الموهبه؟ يعني زمان كانت وسائل التواصل مش موجوده، اليوتيوب ما كانش حد يسمع عنه حاجه، قنوات التلفزيون كانت اولى وثانيه، ولما دخلت الثالثه كان في يعني نقله نوعيه. لا طبعا نقله رهيبه. النهارده كل ده موجود، ورغم كده العين اللي بتدور على الموهبه برضو بتواجه مشكله كبيره. هي دي بالظبط دي المشكله. كان معانا طبعا الكابتن بدر رجب متخصص في قطاع البراعم ومن احسن المدربين اللي جت في المجال ده، وانا بصراحه اتعلمت منه كتير جدا. كابتن بدر كان عنده ميزه كويسه قوي، اولا في الاختبارات كانت بتدار بشكل ممتاز. طبعا رحمه الله عليه كان الكابتن احمد ماهر موجود معانا، الله يرحمه، من الناس الكوادر الاداريه الهايله يعني والفنيه طبعا. يجي للكابتن بدر رجب نفس الكلام، كان متواجد في الاختبارات وكان علاقاته ممتازه بالاكاديميات. الاكاديميات اللي كانت بتبقى في الاقاليم كان اي حد مدرب ممكن يتصل بيه يكلمه يجيب له، عندي موهبه يقول له اتفضل، يشوفها بعين يعني باهتمام. وبناء عليه كنا بنختار اللعيبه بشكل يعني عارف بشكل جيد. لعيب متميز، ويبدا بقى تنفيذ البرنامج التدريبي عليه اللي بيؤهله ان هو يبقى من اللعيبه المتميزين اللي تستحق ارتداء الفانيله في النادي الاهلي. واكم من اللعيبه حصل كده. فدي زي ما حضرتك بتقول دلوقتي لا، وسائل تواصل كتير وميديا واعلام، ولكن العين اللي بتختار دي مهم جدا، واللي بتكمل عليها البرامج التدريبيه اللي بتؤهله ان هو يبقى لعيب متميز. في فرق كبير بين لعيب كويس، انا ممكن اقول لك لعيب كويس بس خلي بالك لعيب كويس دي تحتمل ان هو يلعب في اي نادي، ولكن اللعيب المتميز ده اللي اقدر اقول عليه يلعب في النادي الاهلي. وبناء عليه لازم الاختيار يبقى متميز افضل المدربين تكون في قطاعات البراعم. انا بيتهيالي ده يعني عارف حضرتك الوين وين سيتويشن، يعني بيتهيالي انه الفكره دي حد ذاتها تخدم كل الاطراف، تخدم انديه، لانه كل ما يزيد العرض يقل الطلب، تهدى الاسعار اللي بقت في اوقات كتيره جدا طبعًا مش منطقيه ومش مفهومه ومش طبيعيه، يساعد اكتر على انك انت تطلع كوادر بره، لان كل ما يزيد العرض هيبقى عندك فائض، وبالتالي سهل قوي انك تستغنى عن موهبه مطلوبه بره ويبقى عندك البديل الكفء ليها. تمام. يفيد كمان منتخبنا انه يبقى عندنا قاعده، بدل ما نقعد نقول مشكله منتخب مصر راس حربه، مشكله منتخب مصر مش عارف فين في اليمين، فين في النص، فين في 8، فين في 10، يعني كل شويه تلاقي في مركز كده مصر تايهه فيه. بالزبط. مصر اللي فيها 100 مليون ومصر اللي فيها اكبر انديه على مستوى افريقيا والوطن العربي بتبقى حيرانه في مركز، وده شيء بالنسبه لي ممكن يبقاش منطقي. طبعا مش منطقي في ظل التواجد الرهيب دلوقتي بالنسبه لقطاعات البراعم وبالنسبه لمدارس الكوره والاكاديميات المتواجده، اوكي، ولكن انا بتكلم عن النادي الاهلي بالاخص. النادي الاهلي مؤسسه قوميه كبيره. احنا حتى دايما كنا بنقول مقوله، انا ما بغذيش الا النادي الاهلي فقط لا غير في الدرجه الاولى. انا عندي استعداد ان انا اغذي انديه مصر كلها، ودي بتحصل في سبيل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده، الاعارات. او ممكن في برضو تجارب سابقه كانت حصلت واحنا متواجدين كانش ليهم اماكن، ولا اللعيبه دي كلها بعد كده احنا جبناهم تاني. على سبيل المثال هشام محمد، على سبيل المثال ايمن اشرف متواجد دلوقتي. على سبيل المثال اسلام محارب، مؤمن زكريا، لعيبه كتير خرجت بره بس كان لسه ما فيش نظام الاعارات. فكنت غصب عنك بتقدر بتسيبه وبترجع تجيبه تاني وده اللي كنا دايما بنقول للنادي الاهلي مؤسسه قوميه بنغذي انديه مصر كلها. وبعد كده انما دلوقتي نظام الاعارات برضه نظام جيد، انا اقدر احتفظ باللعيب بتاعي المتواجد معاه اعاره سنه او سنتين في اي نادي ممكن، ويزداد ثقلا ولعب وخبره، وممكن بعد كده اجيبه تاني. الاعاره انتهت بيبقى العمليه في ايدي. طيب انا بالتراضي. عشان عايز اتكلم معاك كوره شويه، وعايز اتكلم معاك على فرقه الاهلي والسيزون ده، لانه سيزون زحمه قوي. تمام. بس خليني برضو اناقش نقطه اخيره. المفروض انه قاعده الممارسه بقت اتسعت بشكل كبير. تمام. يعني زمان ما كانش فيه، وانا مش بتكلم على الانديه بس، انا بتكلم على اهتمام الدوله بالبنيه التحتيه، الملاعب اللي بتتعمل في كل حته في مصر، المدارس الكوره اللي بفلوس ومن غير فلوس، اللي شايله اسم نادي مصري واللي شايلين اسمائنا انديه اوروبيه كبيره جدا اجنبيه كل ده بالزبط. وكمان اهتمام اولياء الامور. يعني النهارده في
قطاعات عريضه من اولياء الامور المصريين ايا كان امكانياتهم الماديه او طبقتهم الاجتماعيه، لو شافوا في اولادهم موهبه عايزين يمشوا وراهم ويتعبوا معاهم ويصرفوا عليهم ويستثمروا فيهم عشان يشوفوهم في يوم من الايام، على عكس زمان انا عايز العب كره يا حبيبي بص لا 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 دراستك الاهم، دراستك اهم. فالفكر والثقافه اختلفت، وبيتهيألي ده المفروض يساعد اكتر على انه احنا نطلع بقى يعني جواهر ونطلع مواهب ونطلع صلاح ونطلع عبيبه ونطلع بالزبط. يعني كتير لعيبه كبيره، ده حقيقه، ده كلام منطقي بنسبه كبيره. الناس ازداد الوعي بشكل كبير قوي حتى بالنسبه له الامر دلوقتي بياخد ابنه ويروح يستاذله من المدرسه ويجيبه ممكن في عربيته قبل التمرين بربع ساعه بنص ساعه، والولد كمان ممكن يغير في العربيه. فبقى في دعم قوي جدا من اولياء الامور. ودي ممكن المفروض زي ما حضرتك بتقول تخلق لنا القاعده الواسعه. ولكن لازم برضو يبقى في تقنين شويه بالنسبه للاكاديميات. يبقى في سنس شويه. بمعنى يعني دلوقتي بقيت ممكن تبص تلاقي العاطل مع الباطل، ما فيش المواهب. قلما تلاقي المواهب. جانب البيزنس طغى على جانب بالظبط، طغى على يعني موضوع الكوره نفسه والهدف الاساسي ان بطلع لعيب موهوب، بختار التالنت وبشتغل عليه، دي بتسهل لي. غير صناعه اللعيب، ممكن صناعه اللعيب في بعض المراكز زي احنا بنتكلم مثلا في مركز المدافع او السرد باك اللي كان فيها ازمه بنسبه كبيره قوي حتى في الفتره السابقه بالنسبه للنادي الاهلي قبل ما ندعم بدر بنون، وكانت اصابه محمود متولي، وكانت حصل بعض اصابه رامي ربيعه، فحصل شورت وسعد سمير كان مصاب، طبعا كلهم تعافوا دلوقتي ورجعوا بالسلامه ان شاء الله. ويقوي النادي الاهلي. فاضل متولي دلوقتي هو فاضل متولي بس. فدي اوقات بتعمل لك شورت، فانت في وقت بتبقى لازم تعمل على صناعه المركز ده في مواصفات معينه، ده حتى من اختياراتي انا نفسي وانا بجيب اللعيب من الاختبارات مهمه جدا، مهمه جدا. ممكن اللعيب يبقى عنده جسم قوي، عنده سرعه، الحاجات دي بتساعدني ان انا ممكن اوظفه كمدافع او كسيرديباك تحديدا. دي عيني بقى الخبيره اللي انا تعمل، مش كلهم هختارهم ان هم مهاريا ميسي وكريستيانو وابو تريكا. لا مش عايز ال 11 ميسي وكريستيانو بالزبط. بس انا لما يبقى عندي لعيب عايزه ميسي وكريستيانو لازم يبقى ميسي وكريستيانو. لا لازم يبقى ميسي وكريستيانو، لان دي بتخش فيها التالنت، موهبته نمره واحد، مش هقدر اصنعه بالمهاره دي. ودي الاصعب كابتن جمال، يعني المهاره الفطريه دي، اللعيب اللي بالفطره يعني عنده مهاره الحريف بالزبط. دي صعب جدا انك ممكن تخلق القوه، ممكن توجد السرعه، لكن المهاره والتالنت دي لا، دي موهبه انا باخدها صحيح. وبعدين بنمي فيها وبشتغل عليها، بتلاقي فعلا بعد كده بصنع لعيب موهوب. ان مصلحه لعيب عندي نقص في مراكز معينه دي اعتقد صحيح. نسبيا سهله صحيح. والناحيه النفسيه بتهيألي برضو مهمه جدا، مهمه جدا. بمناسبه كلامنا عن الشباب، طيب يعني شيء بشيء يذكر، معانا واحد طبعا من 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 نجوم النادي الاهلي الممتعين، ويمكن يعني انا من وجهه نظري المتواضع واحد، انا هقول من افضل عشان الناس كتير ما تزعلش، اللي لبسه رقم 4 وكان ليه طعم مميز جدا جدا في خط نص النادي الاهلي، وانت طبعا كنت لسه بتتكلم عليه وبتشكر فيه يا كابتن جمال. معانا نجم النادي الاهلي كابتن بدر رجب. مساء الخير يا كابتن بدر. كابتن بدر بيت احمد، اخبارك؟ وكل سنه وانت طيب ومصر بخير ان شاء الله. طيب. مبروك للنادي الاهلي افريقيا والدوري والكاس. الله يبارك شويه بس انا ما صدقت بقيت في قناه. الله يبارك فيك. بس انا اول حاجه كده عايز وعد منك، وعد منك اول ما تنزل بالسلامه ان شاء الله من الامارات تشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي. بعد اذنك يا محمد لازم اكون معاه، يعني انا اتمنى اكون مع بدر رجب. يعني كابتن جمال السيد رفيق الدرب في النادي الاهلي واحد الموهوبين القلائل في مصر في قطاعات الناشئين. اهلا يا كابتن بدر حبيبي، انا سعيد جدا والله طبعا بالمكالمه دي، واتمنى ان شاء الله زي ما قال طبعا استاذ احمد، يعني الاول ما تيجي باذن الله مصر اتمنى ان انا اكون في حلقه معاك حقيقي. رفيق عمري كابتن بدر، ده شرف لينا يا جيمي. جميل، ده شرف لينا يا حبيبي. حبيبي كابتن جمال، نفتكر الاول كده ذكريات الملعب شويه، واكتر حاجه بتفتكرها يعني مع النادي الاهلي كده، او لما تجيب سيره الملعب نقول اكتر حاجه حاضره لذاكره كابتن بدر رجب. لا الملاعب ده احنا دبنا في الملعب، دبنا يعني الملعب خد رقم مننا يا استاذ احمد، واحنا النادي الاهلي ده كبرنا وعلمنا ومجدنا ومجد كل لعيبه مصر، يعني شرف لاي لاعب مره من جنب النادي الاهلي ان هو ينتمي للقافله الحمراء، شرف. كنت بتكلم مع كابتن جمال على الناشئين وعلى اكتشاف المواهب، وانت يمكن كان ليك صاحب تجربه مميزه جدا
اذا كان في حاجه ممكن تضيفها على كلام كابتن جمال السيد يا كابتن بدر فيما يتعلق بقواعد الاختيار، فيما يتعلق باتاحه فرصه اكتر لناس للمشاركه، من وجهه نظرك العين اللي بتختار، يعني كل زمان بنسمع عن الكشاف اللي عنده القدره انه يلف ويختار ويجيب مواهب، النهارده ده الى حد كبير واحنا بنتكلم عن ندره المواهب الى حد ما، من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب وازاي ده ممكن يرجع مؤثر وايجابي بشكل كبير؟ هو انا هقول لك استاذ احمد، يمكن جمال اشتغل معايا في النادي الاهلي في مدرسه الكوره وكان لينا تجارب كبيره جدا في مراحل الناشئين، عملنا قاعده كبيره للنادي الاهلي ايوه ولمنتخبات مصر، وكان موجود مدربين ثانيه محمد السيد وعادل عبد الرحمن وشو عمرو انور، مش عايز انسى حد يعني، في ناس كتير جدا اشتغلوا معانا في مدرسه الكوره، كان لهم وعم عبد الله عيد الاداري، وكان لهم باع كبير جدا في ان هم يبقوا يعملوا قاعده كبيره لمصر وللنادي الاهلي. لكن انا بالنسبه للاختيارات او الالتقاء او التوظيف والتدريب، هناك نواحي علميه في الاختيارات دي ما بتحبش عنها، بتجيب لك في السن الكبير، لكن المشكله عندك في الالتقاء في السن الصغير، فده بيحتاج خبراتك العمليه مش خبراتك العلميه. ايوه انت لما بتجيب عيل عنده 8 سنين 9 سنين كل قصته بيجري ورا الكوره، ازاي انت كمدرب بقى وكلاعب قبل ما تبقى مدرب تكتشف بعينك الخبيره ان ده هيبقى لعيب كوره بقى، يعني حاجات بيمتلك مثلا سرعه، بيمتلك مثلا بيغير اتجاهه، عنده تالنت، عنده احساس سنس بول، بيتعامل مع الكوره كويس، فاهمني؟ فحاجات معينه انت بتختار عليها في المرحله السنيه الصغيره، وبالتالي بعد ما بتجيبه انت هذه القطعه اللي انت جبتها دي محتاج بقى تلمعها وتدربها وتكبرها وتبقى حاجه كبيره جدا، فمحتاج منك انك تدربها، لكن في ناس بتنطقي كويس لكن ما بتمرنش كويس، وفي ناس بتمرن كويس لكن ما بتعرفش تنطقي، وفي ناس بتنطقي وتمرن كويس وما تعرفش توظف لعيبه، فانت كره القدم كلها سلسله مرتبطه ببعض، يعني تنطقي تدرب توظف تختار له المكان اللي هيلعب فيه، يعني احنا كان معايا جمال يمكن يحكي لك والاخوه المدربين مش عايز انسى حد، أيوة. اللعيبه اللي اخترناها لعبت منتخب مصر ولعبت وسافرت في اوروبا ولعبت في النادي الاهلي، نفس الاماكن اللي اخترناها وهي صغيره وهي 9 سنين و10 سنين هم اللي بيلعبوا بيها دلوقتي، يعني حتى لو مدرب بالدرجه الاولى غير مكانه بيرجع للمكان اللي اخترناه له في مدرسه الكوره، فدي برضو موهبه كبيره جدا زمايله كانوا بيتمتعوا بيها وكنا بنتمتع بيها، ان احنا نختار او نوظف اللاعب المناسب في المكان المناسب. وده اللي خلى لعبتنا بقت كتير جدا في الدرجه الاولى وفي منتخباتنا في اوروبا عن طريق النادي. بمنتهى الصراحه كابتن بدر، الموضوع بقى بيزنس وسبوبه اكتر منه اهتمام بفكره انك تخلق قاعده وتطلع موهبه وتكتشف نجم في سن صغيره. الكلام ده ممكن يبقى مرتبط بالاكاديميات يا استاذ احمد، ايوه، لكن في الانديه اللعيب بيجيلك انت اللي تختار، فانت محتاج منك تركيز قوي جدا، محتاج منك خبرات كبيره جدا عمليه وعلميه على تنتقي لعيب كويس وتجيبه يمثل النادي وبالتالي يمثل منتخب مصر. تخيل انت بتبقى في النادي الاهلي بيجي لك الاف، فانت كل قصتك ان انت تركز وتختار كويس، وبعد ما بتختار تدرب كويس الاسس العلميه في التدريب، البرامج اللي بتعملها، الحاجات اللي تناسب الناس، مش اي حاجه، مش تنقل من النت وتنقل من اوروبا وتكون بيت مدرب، لا لا، القصه بعيد خالص، كل الفرق على القصه دي. كل مرحله فنيه ليها برنامج، وكل مرحله فنيه ليها خصائص، ازاي تتعامل معاها، ازاي تمرنها، ازاي تكسبه ويبقى الولد ده مرتبط بيك طول عمره، حتى لو راح نادي ثاني او بقى في النادي بتاعك بيرجع لك يقول لك كابتن انا عندي مشكله في كذا، طب اعمل ايه؟ في مراحل كتير جدا استحنا بتتعامل في مرحله في ناس صغيره، انت اب ثم اخ، واما يكبر يبقى صديق ليك، طبعا يبقى صديق ليك، فالمراحل دي بيمر بيها اللاعب معاك لغايه ما يوصل للدرجه الاولى اللي مرتبط بيك، لان انت اول مدرب بتكتشفه وبتدربه، فيبقى ليك ارتباط بيه جامد جدا، وبالتالي بيعود على الانديه بالخير، يعني انت ما يبقى عندك مدربين بتعرف تنتقي لعيبه، بتنتقي لعيبه كويس وتظبطها كويس كويس، انت اوريدي عندك قاعده قويه، بالتالي يبقى عندك قطاع ناشئين قوي، بالتالي يبقى عندك لعيبه مستمره في الدرجه الاولى ورا بعض ورا بعض ورا بعض، بيطلع اجيال زي ما حصل الفتره اللي فاتت.
صحيح. النادي الاهلي. انا يعني شرفني جدا حضرتك اول ما تيجي في مصر كده تنورنا هنا في قناه النادي الاهلي ونتكلم مع بعض ونفتح موضوعات كتيره جدا ونستعيد بقى الذكريات الحلوه. وكابتن بدر رجب في يعني في ملعب النادي الاهلي الحقيقه كان ليه يمكن صولات وجولات. بشكرك. تحب توجه كلمه لكابتن بدر قبل ما حبيبك يا كابتن بدر؟ كل التوفيق يا كابتن، ربنا نورتنا وشرفتنا جدا بمكالمتك دي يا بدر والله. حبيبي يا كابتن جمال، ودايما موفق يا جيمي والتأخ عزيز، وسعيد جدا بوجودي في قناه النادي الاهلي. شكرا. شكرا ليك نجم النادي الاهلي طبعا كابتن بدر رجب. ندخل كوره بقى عشان نلحق نتكلم مع كابتن جمال واحنا بنتكلم. عايز اقول استاذ احمد الجزئيه انت برضو اثرتها مهمه جدا عشان الناس تعرف قيمتها الكبيره. الحاله النفسيه للعيب ومعامله اللعيب وخاصه في قطاع البراعه، ودي اتكلم عنها الكابتن بدر، ازاي اللعيب يحبك مهمه جدا ويحترمك، فرق كبير قوي. هتلاقي نسبة التطور بسرعة بتزيد. أيوة. مش يحبك ويخاف منك. دي مشكلة كبيرة. ده مش بس في الكورة، ده في كل حاجة. ده على يعني في كل ليدر أو كل قائد في موقع مسؤولية بيقود مجموعة عمل، في البيت وأنت بتربي ولادك إزاي يبقى بيحترمك وبيحبك وبيخاف على زعلك أكتر ما يكون بيخاف منك. بالظبط. دي مهمة جدا لأن دي ضد التطور في الأعمار الصغيرة. صحيح. وفي مدربين كتير بيبقوا واخدين الأسلوب الخطأ. اللي دايما إن هو بيزعق ودايما بيعمل مشكلة نفسية للعيب. طيب بمناسبه الحاله النفسيه، وانا كنت بتكلم على ده في بدايه الحلقه، انا عايز اخد رايك في الحاله النفسيه لمنتخب شباب مصر اللي راح تونس ما لمس كوره، وللاسف الشديد جدا اتبخر حلمه في اللعب في امم افريقيا والوصول لكاس العالم. بس خلينا نروح لفاصل سريع جدا وهنرجع نكمل كلامنا مع كابتن جمال السيد ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه. مرة تانية مع حضراتكم على الهواء، برحب مرة تانية طبعا بنجمنا ونجم النادي الأهلي كابتن جمال السيد. يعني يمكن كنت قبل الفاصل كابتن جمال وكنا بنتكلم أنت حضرتك في جزئية خاصة بفكرة نفسية اللعيب وتتعامل معاه إزاي. أنا الحقيقة كمان مش بس بتكلم على التمرين، أنا بتكلم حتى كمان على الماتشات والبطولات. تجربة بيتهيألي قاسية جدا على جيل منتخب مصر للشباب اللي راحوا تونس عشان يلعبوا طبعا تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، ما لمسوش كره ورجعوا طبعا خسرانين ولن يتأهلوا لا لبطوله الامم ولا لكاس العالم طبعا. وده حلم طبعاً اي لعيب مصري في المرحله دي طبعا. هم انا مشفق عليهم طبعا، يعني طبعا لان هي مش عايز اقول ايه، مش قادر اقول لك هزيمه مريره ولا ايه الاخبار، مش عارفين الدنيا في ايه طبعا. حصل طبعا مشاكل ومشاكل الكورونا وحاولوا ان هم يلعبوها، وحاول برضو الاتحاد الكوره هنا يعني يلحقوهم باتنين لعيبه عشان يوصلوا لعدد 15، ولكن الظروف طبعا لخبطت معاهم. طبعا كان الله في عونهم لان هم فقدوا امل طبعا كبير، بدايه ان هم يتشافوا على شكل كويس وفي احتراف في سماسره كتير بتبقى في بطولات الاولاد الصغيرين دول. انت بتتفرج على اللعيبه لعيبه المنتخب ده، يعني عارف مستواهم، شايف امكانياتهم، شايف قدراتهم. اعرف منهم مجموعه، اعرف منهم مجموعه زي العربي بدري طبعا، وكان في لعيب في انبي برضه، لعيب العشري، لعيب كويس قوي يعني، وفي مجموعه لعيبه متميزين اعتقد ان هم كلهم هيبقوا مستقبل الكره المصريه. ولكن بطوله زي دي كانت تزيدهم ثقلا للقادم، ولكن طبعا ما وفقوش، ما فيش اي مشكله، ربنا يوفقهم طبعا في انديتهم ويلعبوا فريق اول ودرجه اولى، ويقدروا برضو ان شاء الله يكون عندهم فرصه في المنتخبات القادمه ان شاء الله. طيب اتكلم معاك على ماتش بكره شويه. خطوه اولى في مشوار البحث عن العشره، اول سلمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لغايه لما نوصل للتتويج. ايه اللي تخاف منه في ماتش سوني داب؟ يعني ايه اللي تعمل حسابه في ماتش بكره؟ هو عاده ان احنا بنعمل ماتشاتنا كلها ليها حساب في النادي الاهلي عاده، حتى في الفتره اللي انا بلعب فيها كان دائما وابدا بنعمل حساب الجزئيه. وانا برضو في الدرجه الاولى اشتغلت فتره كده مع الكابتن زيزو. ايوه. كمدرب مساعد كان معنا الكابتن عظيمه، نفس الكلام ونفس الاهتمام، حتى واحنا مدربين باي مباراه ايا كانت حتى لو تبدو سهله. نيجي لمباراه بكره دي لها ظروف خاصه طبعا، احنا بنفقد طبعا ثلاثه من اهم لاعبتنا، بالاضافه طبعا لمستر بيتسو طبعا لظروف الكورونا، واتفاجئنا طبعا ان في ثلاث لعيبه جديد. هو الاهم فيهم طبعا ظاهريا، انما الاهلي طبعا بمن حضر مجدي قفشه. مجدي قفشه اللي تحس ان هو ملوش بديل في النادي الاهلي. هو البلاي ميكر الوحيد اللي بيأدي في المركز ده بشكل جيد. او بشكل متميز. وطبعا اعتقد تصوري الشخصي يعني طبعا ما نقفش طبعا تقول عمرو السوليه، ولكن الحاله الجيده اللي فيها حمدي فتحي وفيها اليو ديانج دي طبعا ما يعني ما تاثرش بنسبه كبيره قوي يعني بالنسبه لنا. ده بالنسبه رامي ربيعه طبعا اعتقد ان برده رامي ربيعه تقل كبير وكل حاجه، ولكن الحمد لله عندنا برده البديل الجيد اللي شغالين بشكل كويس. وشايف فيها ثبات بدر بنون وايمن اشرف بيلعبوا بشكل كبير في الجزئيه دي. ولكن مجدي قفشه حس ان انت بكره
مجبر ان انت تغير طريقتك. اعتقد ان مش هنلاقي البلاي لو كان نصر طبعا يعني سلامتك الف سلامه. طبعا نصر عنده مشكله في كتفه اعتقد هيغيب شهرين عن الملاعب، بس لو نصر كان موجود كان بالظبط كان ممكن بالظبط. نصر ماهر كمان كان ممكن لو موجود، ولكن اصابته طبعا دي بعدته شويه طبعا، وبعدته طبعا لفتره. ان شاء الله يرجع سليم وعافى باذن الله ان شاء الله بإذن. فهنضطر ان احنا اعتقد تصوري الشخصي بكره إن ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه ممكن يضيف عليهم طبعا في حمدي فتحي اليو ديانج. اعتقد تصوري الشخصي ان هو ممكن يبدا باكرم توفيق، اكرم توفيق يلعب بثلاثه، والثلاثه اللي قدام شايف ان ممكن بشكل كبير جدا القرب جيرالدو وطبعا محمد شريف وكهربا هم اللي في الفتره اللي فاتت دي فايقين، ومع بديل جيد طبعا طاهر محمد طاهر. كل التدعيمات اللي رجعت للنادي الاهلي ان كانت اعاره ورجعت للنادي الاهلي اعتقد ان هي دعمتنا بشكل كويس، خلت الدكه عندنا قويه يعني الدكه جامده، ان انت حتى عندك بدايل بشكل كبير جدا، ودخل برده سعد السمير يعني عوده حميده ان شاء الله بشكل كويس، ودخل طبعا في مجموعه ال21 اللي سافروا. شايف ظاهريا ان شاء الله ومنطقيا ان النادي الاهلي هيتفوق بكره ونكسب مكسب كويس ان شاء الله، نرجع بيه للقاهره نلعب بشكل باريحيه اكتر. لما بتكون فرقه ما عندهاش حاجه تخسرها يعني وبتلعب الاهلي وفي بدايه بطوله زي بطوله دوري الابطال وعلى ملعبها، حاجه برضو بيتعمل لها حساب ولا الاهلي ما بتفرقش معاه اسم المنافس والمكان اللي بيلعب فيه؟ النادي الاهلي دائما وابدا ما بتفرقش مع المنافس. صنيديب ده فرقه لسه ما يعني مش معروفه طبعا، ما لهاش تاريخ اي تاريخ تقريبا في بطولات افريقيا كلها، بطل كبطل للنيجر، ولكن النادي الاهلي دائما وابدا بنلعب باهتمام بشكل كبير جدا ان احنا بنحترم المنافس قوي، وبناء عليه انت بتلعب بـ 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 بالشكل اللي يرضيك انت ويرضي جماهير النادي الاهلي. دي طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله بكره يكسب مكسب كويس. انتوا لعبت في افريقيا 93؟ لعبنا 93 في افريقيا وانا صدفه حتى كانت اول مباراه ليا ما لعبتش محلي في النادي الاهلي. انت ابتديت افريقيا على طول؟ ابتديت كان بتدخل بعض فتره الاعداد على دور الثمانيه. على ما اذكر لعبت ماتش المريخ السوداني في مودرمان وكان في واقعه برده يعني كانت شهيره قوي في الفتره دي لما جه ألان هاريس الانجليزي وكان طبعًا ماسك مسؤول على حراس قدر الفنيه. كنا بنلعب 4-4-2 لاربع مدافعين اللي كل العالم دلوقتي بيلعب بيها. بص احنا بنتكلم في ايه 93 لعبنا من 27 سنه كنا بنلعب بالطريقه دي وحصل هجوم شرس عليه. كنا بنلعب انا وعلاء عبد الصادق وابراهيم حسن ومحمد يوسف كاربع مدافعين على خط واحد، ورحنا لعبنا بيها ماتش المريخ السوداني في السودان وكسبنا هناك 2-1. هادي خشبه جاب جول واعتقد ايمن شوقي سجل الهدف الثاني. كنا بنلعب بنفس الطريقه دي وهنا كسبنا 5 هنا تقريبا وهنا بالظبط كسبنا 5-1. نتائج كانت كبيره جدا، طريقه هجوميه كان في شراسه غير عاديه في هجوم النادي الاهلي، محمد رمضان وايمن شوقي وحسام حسن. كنا كل مباراه لازم التريو ده كان مكسر لازم الاثنين يسجلوا لازم. فكنا في الفتره دي بادئين حتى بشكل جيد قوي. فلعبت فاكر المباراه دي كانت اول مباراه ليا افريقيا وتوجنا في الاخر كسبنا افريكا سبورت. اتعادلنا 1-1 في ابيجان وكسبنا 1-0 هنا بهدف عادل عبد الرحمن جاليليو صح هناك بالظبط وعادل عبد الرحمن بالظبط عبد الجليل سجل لنا الهدف هناك وعادل عبد الرحمن هنا. وكانت من احسن البطولات طبعا اللي خدناها في النادي الاهلي وكانت بطوله كبيره. انا ازاي ما سالتكش على بدر بنون يعني مكاني بصفته مكاني يعني ايه رايك في بدر وشفته ازاي في الماتشين اللي لعبهم انا بقيمه مش هقيمه بالماتشين. اولا اداؤه كان في الماتشين اداء متميز جدا، ولكن بدر بنون تقييمه كمدافع للنادي الاهلي يليق بقيمه النادي الاهلي. متميز جدا، بيلعب الكرات العاليه بشكل جيد، عنده ميزه هايله، عنده باصه سليم تقريبا بنسبه 99%، بناء الهجمه من ورا هيريحك قوي، الكره بتطلع زي ما قلت سليمه. عنده التحاماته كويسه، يعني انا شايف ان هو مدافع ممتاز ان شاء الله الفترات القادمه للنادي الاهلي هيفرق معانا كتير. ربنا يحفظه طبعا ويبعد عنه شر الاصابه، واعتقد ان هو مكسب جيد للنادي الاهلي. يعني اللي اختاره وفعلا وكان رشحه للنادي الاهلي يعني عين ثاقبه فعلا. البطولة السنة دي سواء كنت بتكلم على دوري الأبطال أو الدوري العام في مصر هتشوفها مختلفة ولا تتوقع أن السيناريو بتاع السنة اللي فاتت يتكرر السنة دي؟ طبعا أنا أتمنى أن السيناريو طبعا السنة اللي فاتت يتكرر طبعا عشان النادي الأهلي يتوج بيها طبعا طبعا ده ما فيش شك يعني ما أكيد طبعا. ولكن أنا شايف أن معظم الفرق دعمت بشكل كويس، وفي فرق مفاجآت ماشيين إلى وقتنا هذا. مين فاجأك في الدوري؟ اللي شايف المفاجأة طبعا سيراميكا وفرقة أسوان. أسوان رغم أن هو خسر امبارح من المصري 3-0 ولكن مأدي أداء جيد طبعا. ونيجي برضه فرقة سيراميكا فرقة جديدة، ولكن واضح برضه نقدر نقول إيه العملية بتمشي إيكوال تساوي.
انا دعمت كويس ومعايا فلوس كويسه او ماده كويسه عملت فرقه كويسه. هنقيس على كده قبل كده بيراميدز والبنك الاهلي. بيراميدز متعسر السنه دي يعني لو موضوع كده نسبيا، خليني اقول انه بس اعتقد يعني حاله الانسجام اللي موجوده في سيراميكا يعني واضح ان في تركيبه في بينها تفاهم وانسجام مع قياده فنيه عارفه توظف وتقرا امكانيات لاعبتها. لكن الناحيه الثانيه ممكن اقول في امكانيات كويسه لكن لغايه دلوقتي مش حاسينها بالظبط عشان ممكن القياده الفنيه ما يعني مش متميز. نيجي برضو فرقه البنك الاهلي بقياده طبعا الكابتن محمد يوسف، شايف ان نتائجها الى حد ما تعتبر يعني جيده. ايوه هو كسب ماتش هم الصاعدين السنه دي مكشرين عن انيابهم، مكشرين يعني عن انيابهم يعني واضح ان هم مش جايين كده تمثيل مشرف زي ما بيقولوا. لا اللي ساعدهم الدعم المادي القوي من الادارات. ايوه دعم مادي قوي مع قياده فنيه متميزه هتعمل فرق كويسه وممكن يعني ايه، مش عايز اتكلم طبعا عن مربع ذهبي دلوقتي، خلينا واقعيين ومنطقيين. واعتقد ان الحاله يعني الاجهزه الفنيه بتاعتهم يعني انت مش متوقع عارفين. مين مربع ذهبي من دلوقتي من قبل ما الدوري يبتدي؟ لا صعب ان انا ارشح برضو صعب ان انا ارشح البنك الاهلي وسيراميكا، اتمنى لهم طبعا كل التوفيق ولكن خلينا منطقيين. طب مين حصان اسود؟ حصان اسود اعتقد انها تبقى سيراميكا. سيراميكا لا اطول فتره ممكنه ممكن برضو البنك الاهلي برضو بقياده محمد يوسف عنده خبرات دوري الممتاز وكسب بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، يقدر ان هو ممكن يعمل فرقه كويسه. محمد يوسف عينيه كويسه في اللعيبه، يقدر يوظف اللعيبه بشكل كويس ويجيب لعيبه اللي هو يحتاجها وعندها حتى الخبرات، الميكس ما بين الخبرات والشباب زي المجموعه اللي خدها اعارات من النادي الاهلي دي فرقت مع برضو شويه. مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا يكاد يكون تقريبا يعني الاصعب والاطول والافضل على مستوى كل الارقام. يعني احنا مش بس كسبنا دوري الابطال، لا يمكن النجمه التاسعه دي تكون احسن نجمه حققها النادي الاهلي في تاريخه على مستوى دوري ابطال افريقيا، لانك انت حققت اعلى معدل تهديفي، اقل عدد من المرات استقبلت شباكك اهداف، تقريبا في كل الماتشات نسبه استحواذ، نسبه صناعه فرص، تمرير، كل حاجه الاهلي الحقيقه العلامه الكامله. تمام. وبالتالي خليني اسالك، هل ده من الوارد انه يحصل في الـ في الـ في الـ في في افريقيا السنه دي، وخصوصا انه انا بيتهيالي طبعا الاهلي كل بطوله بيخش لها بيبقى مرشح اول للحصول على اللقب، لكن لما تدخل حامل لقب بيتهيالي نسبه الاستعداد والتحفز بالنسبه لك من الفرق الافريقيه تبقى اعلى شويه. ايه اللي شايفه في سيناريو دوري ابطال افريقيا السنه دي، وايه الفرق اللي انت حاطط عينك عليها تكون منافس قوي للنادي الاهلي؟ تمام، انا عايز بس اضيف لكلامك حاجه، احنا قلنا الاطول والابقى والاقوى والحاجات دي والاروع بقى، لان احنا كسبنا نهائي نادي الزمالك ده الاروع لازم اضيفه طبعا طبعا يعني. ليها طعم تاني بالظبط، ليها طعم تاني دي حاجه طبعا، كان نادي الزمالك نادي كبير طبعا طبعا كل حاجة. طبعا انما النادي الاهلي في المباراه دي تحس بالاصرار على المكسب وخاصه انت بتلعب لاخر دقيقه، ودي من اهم سمات النادي الاهلي على مدار الاجيال. طول عمرنا بنلعب لاخر دقيقه، انت ممكن تكسب في الدقيقه 90 بلس 4 بلس 5 زي ما يكون اي كان. بس هو موضوع اخر دقيقه ده الواحد لما يعني كل شويه لما بيكبر كده بيبقى صعب قوي طبعا، مش هتقدر تتحمله كتير يعني مش هتقدر كتير، تخلص من بدري عشان نبقى ايه الاعصاب مرتاحه كده. اليوم ده الحقيقه يوم ما طبعا كان يوم صعب. وبعدين المباراه يعني الحاجه الوحيده المشابهه لي الواحد افتكر فيها نفس الحاله الصفاقسي في تونس بالظبط، الهدف تريكا يعني هو ده يمكن السيناريو المشابه ليه بشكل كبير. تمام، هو النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده اصرار فعلا على بطولات كتير طبقا للظروف اللي كانت بتحصل، مشاكل كتير ومهاترات كتير وحاجات كتير قوي بتمر يعني مر بيها اللعيبه ومر بيها مجلس اداره ومر بيها حاجات كتير جدا، وهجوم اوقات بتبقى يعني من 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 اطراف اخرى، كل ده عمل صلابه وشراسه للنادي الاهلي وداخل لعيبته واصرارهم، وجه بقى توفيق ربنا ان انت كسبت المباراه. دي من الحاجات اللي هي الموسم اللي فات ده تتحسب للاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره قبل لعيبه النادي الاهلي بمنتهى الامانه، ناس بتشتغل وبتشتغل في صمت لحد ما ربنا وفقها في الاخر والانجاز بان وحلاوه الفوز وحلاوه الفرحه بان. نيجي للموسم ده اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي برده قادر، النادي الاهلي دعم تدريبات كويسه، وبعدين في حاجه عملوها برده كنادي اهلي وكمجلس اداره بمنتهى الامانه، انا بدعم وبقوي وانا كسبان وانا قوي. مش لازم ان انا ادور على الدعم وانا متعسر. ايوه دي مشكله كبيره ودي سمه الكبار لازم افكر فيها دايما، وانا قوي ادعم، ناقصني ايه؟ لا هات مدافعين، هات بدري بانون، رجع المعارين، ناخد راي بيتسو في اللعيبه، كل اللعيبه اللي كانت بره مين يجي ومين يستمر الاعاره، دي الحاجات دي ده التخطيط ده البلان اللي يوصلك للنجاح، ان مش عشان انا ناجح واخد بطول ثلاث بطولات ركنت، لما انا عندي لعيبه كويسه، لما في ناس كتير بتعمل كده. أيوه. ولكن احنا الدعم القوي اللي عملناه
بكل اللعيبه دي اعتقد ان هيدينا النفس الاطول لبطوله افريقيا ايا كان المنافس الشرس. لان انا بقوي نفسي قبل ما ابص للمهاجم، انا بقوي نفسي الاول. لو مش هبص، لو بصيت للمنافس الاول قبل ما اقوي نفسي هيبقى عندي مشكله. صحيح. وده اللي حصل في الفتره دي، واعتقد ان شاء الله باذن الله انجازاتنا هتستمر. ده تصورش كتيبه نجوم حققت الثلاثيه، ضاف عليها كتيبه نجوم سواء صفقات جديده او المعارين، واعتقد انه لسه الصفقات او ملف الصفقات ما زال مفتوح، وعندنا كمان السنه دي يزيد على مشوارنا بطوله مهمه جدا ومحببه جدا، ومهم ان احنا نشارك فيها ونظهر بصوره محترمه ومشرفه تليق باسم ومكانه النادي الاهلي. هي بطوله كاس العالم للانديه، اعتقد بطوله مهمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. اعتقد انه الجدد الوافدين الجدد، وان الحقيقه كان معظمهم مش جديد على النادي الاهلي وكانوا شاركوا معنا في البطولات قبل كده، على نفس القدر من المسؤوليه، وان شاء الله المشوار الطويل ده هيكون اخره توفيق ونجاح. بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال السيد، شرفتنا ونورتنا في السادسه، وسعداء دايما ان احنا نشوفك. اشكرك جدا جدا، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي باذن واحد احد نحصل على كل البطولات باذن الله السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بفكر حضراتكم التصويت من بكره ان شاء الله على افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وسون ديب بطل النايجر، هيبتدي من بكره ان شاء الله باذن الله. وبفكر حضراتكم برضو مره تانية انه لقاء الاهلي وسون ديب بطل النايجر هيذاع في بث مباشر وحصري على قناه النادي الاهلي بكره ان شاء الله. تابعونا، وبشكر حضراتكم على متابعه حلقتنا النهارده، وتحياتي لكل متابعينا.